قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين كيف أرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ هذا جواب جميل. جاء تلميذ إلى أستاذه، هذا جوابي على هذا السؤال. جاء تلميذ إلى أستاذه فقال: يا سيدي علمني كيف أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياي. ما بتصليش على النبي معقول صلى الله عليه وآله وسلم؟ اللي عاوز بقى، اللي عاوز يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية ينتبه لجوابي الآن ويركز أوي معايا. جاء تلميذ إلى أستاذه فقال: يا سيدي علمني كيف أرى حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياي. يا الله، اللهم لا تحرمنا يا رب، اللهم لا تحرمنا بحبنا له وإن قصرت أعمالنا. خلي بال حضرتك من الجواب، أنه في غاية الأهمية. فقال له أستاذه: تريد أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياك؟ قال: نعم يا سيدي. قال: إذن أنت الليلة مدعو للعشاء عندي، إلا لادي تتعشى عندي. قال له كمان ما شاء الله مكسب ورزق وبركة. فذهب التلميذ لأستاذه، لأستاذه المربي المعلم، فأحضر الأستاذ المبارك العشاء لتلميذه وأكثر فيه الملح والموالح ومنع عنه الماء. خلي بال حضرتك، كتر بقى المخللات والملح وما فيش مية، التلميذ يأكل كل. حاضر يا سيدي. طب عطشان؟ لا ممنوع المية. العطشان يا سيدي عاوز اشرب. لا مفيش مية. حاضر كل. حاضر. طب علمني يا سيدي. قال: لا مش دلوقتي، لن اعلمك الان. امتى؟ لا نم الان وقبل الفجر ساوقظك ان شاء الله تعالى لاعلمك كيف ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياك. جميل. نام التلميذ وهو في غايه الشوق لهذا الدرس الجميل الرقراق. هيشوف النبي عليه الصلاه والسلام بس عاوز يتعلم ازاي. فنام التلميذ وقبل الفجر ايقظه استاذه: تعال يا ولدي علمني يا سيدي. قال له: لا استنى، قبل ما اعلمك، هل رأيت الليلة شيئا في نومك؟ قال: أي ورأيت. قال أستاذه: وماذا رأيت؟ قال: يا سيدي رأيت السماء تمطر، ورأيت الأنهار تجري، ورأيت بحارا تسير بين يدي. ما هو نايم ايه؟ عطشان والجعان بيحلم بسوق العيش. بلاش بسوق دي، ربنا يكفينا وياكم شر السوق. لا بسوق العيش، يعني بسوق الخبز. العيش دي كلمة مصرية عندنا، أنا بأخاطب الأمة الآن. فالجعان بيحلم بالخبز، بسوق الخبز. أسأل الله أن يفرج كرب كل مكروب، وأن يوسع أرزاقنا، وأن يرفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والبلاء، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فهو نايم عطشان جدا، فبيحلم بمية نازلة من السماء، ومية بتجري في الأنهار، ومية بتجري في البحار، هو كده. فبقول له: رأيت الأمطار تمطر، ورأيت الأنهار تجري بين يدي، ورأيت البحار تسير بين يدي. اسمع. فقال له أستاذه المربي: نعم يا بني صدقت، صدقت وصدقت نيتك. الله، وصدقت نيتك، فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يسامحك يا شيخ محمد، هو ده الجواب. هو ده الجواب. ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله.